وصلنا مشاهدينا لأول محطاتنا الصباحية لليوم، ورح نحكي بعالم الطفولة. دائما منضوي بفقراتنا الصباحية عن الأطفال ومفهوم اتطرقنا له سابقا، لكن اليوم رح نحكي عنه أكثر لما له تأثير كتير كبير. العنف عند الأطفال وممارسة العنف عند الأطفال، قديش هذا المفهوم كتير مهم، قديه بيغير من وظيفة وبنية الدماغ وبيأثر على تطور نمو الأطفال، لما له من تأثير على قدرات الطفل باكتساب المهارات العقلية والفكرية. أكيد يا ليلى، واليوم العنف مو بيأثر بس على الأطفال، أيضا ما حدا مستثنى قد ما كان عمره بالتأثيرات اللي ممكن يتأثر بموضوع العنف، إن كان الموضوع العنف الجسدي، إن كان اللفظي، المشاهد اللي عم نشوفها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على وسائل الإعلام، كل هدول مشاهد العنف عم تأثر بنفسيتنا، عم تأثر بإدراكنا وتفكيرنا. منلاقي فرق كتير كبير بين الشخص اللي بعيد عن هاي القصص والشخص اللي هو واقع عليه العنف. اليوم رح نحكي عن نفسيتنا، على الأشخاص اللي ممكن يدخلوا بمرحلة الاكتئاب أو حتى الأطفال بسبب موضوع العنف اللي عم يشهدوه بحياتهم. هدول المعلومات وغيرهم، وهذا الموضوع اللي دائما نحن بنحاول نضوي عليه ضمن صباحنا لليوم، حجاوبنا عليه ضيفتنا لليوم وهي الدكتورة خنساء البدوي. بدي لك يسعد لي صباحك دكتورة، اهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. مثل ما بنعرف انه الاطفال دائما امانه برقبتنا، وكثير من الاشخاص بيجهلوا هذا المصطلح العنف على الاطفال، وخصوصا يمكن العنف اللفظي، العنف الجسدي بكل انواعه. اليوم هذا الطفل في كثير ناس بيقولوا انه يمكن ما يتأثر بأي شيء ممكن يشوفه أو يسمعه، لكن لحد معين لا، الطفل ممكن يتأثر بهذا الشيء. خلينا بداية نعرف مفهوم العنف. بشكل عام العنف هو منظومة صحية بتتضمن نوعين من العنف، العنف اللفظي والعنف الجسدي. طبعا العنف يتشكل، ممكن يكون لفظي، جسدي، مدرسي، اجتماعي، أسري، يعني بعدة منظومات مو بمنظومة واحدة. طبعا ممكن يرافق الكبير والصغير، المريض والمعافى، إنما حسب المنظومة الاجتماعية اللي بيكون هو فيها. طيب خلينا نروح دكتورة معك، وخلينا نقول اليوم المشهد العام بيحمل النسبة الأكبر من مشاهد العنف ومشاهد الدم، وهذا الشيء عم يأثر علينا نحن والأطفال. قديه هذا المحتوى جدا يعني مخيف وجدا مرعب لطفل اليوم هو ما بيعرف ليش أصلا هذا المشهد عم يصير. يعني تماما، اليوم كتير صعب رشا تقنعي طفل إنه هذا الشيء اللي عم يشوفه هو شيء يعني خلينا نقول تمثيلي، لأنه دائما الطفل ذكي، حتى حقيقي صعب عليه تماما، يمسك صيغة السؤال دائما. يعني بتلاحظي الطفل هو مثل الإسفنجة تبع إنه عم يتلقى كلمة، عم يعطيكي ثلاثة بدالة تبع إنه ليش هيك عم يصير، ليش هيك عم يتصرفوا، ليش عم يضربوا، ليش عم يقتلوا، ليش الأطفال اللي من عمرنا عم تجوع، ليش الأطفال من عمرنا ما عنده لعبة، ليش الأطفال من عمرنا ما عنده بيت، ليش عم تضرب هاي الفئة. فبتلاحظي الأطفال دائما بدها تعرف، بدها تستفسر لشو هذا الشيء عم يصير. وإذا ما كانت الإجابة مشبعة لفضول الطفل، هي تعتبر غير دافع للابتعاد عن الموضوع. فبتلاحظي الطفل وقت اللي بتشبعي له فضوله بإجابة سليمة وصحيحة، هو عم يعطيكي نوع من الهدوء النفسي. إنما إذا أنت ما أشبعتي الفضول تبعه، عم يبقى دائما عم يحاول يستفسر عن الموضوع، وبصير عنده خلينا نقول نوع من الحساسية النفسية اللي هي بتؤدي فيما بعد لاضطرابات. طب إذا بدنا نروح لموضوع التأتأة، كثير بنشوف أشخاص حتى كبار غير الأطفال عندهم موضوع التأتأة، هل موضوع التأتأة له علاقة بالعنف الأسري أو العنف الاجتماعي بشكل عام؟ هلا دائما نحن بنقول إنه التأتأة هي خلينا نقول كامن أو عامل نفسي كامن، يعني هو هذا موجود عندي مثل مو موجود عندكم عند أي شخص بالحياة. إنما الفارق إنه بيكون هون الشخص إما عم يتعرض لموضوع نفسي خلينا نقول عم يساعده على زيادة التأتأة، أو عم يتعرض لموضوع عصبي. غالبا أو خلينا نقول الغالبية من الأطفال أو الكبار يلي عم تنصاب بموضوع التأتأة، عم يكون في عامل خلينا نقول عصبي بسيط عم يدعمه العامل النفسي. يعني خلينا نقول اليوم أنت تعرضتي لكلمة بالمدرسة، أو تعرضتي لتنمر، أو خلينا نقول بصيغة العمل، فهذا الشيء أدى عندي خلينا نقول للكمون النفسي أو الهدوء، أنت سكتتي فيما بعد، ممكن في ثاني يوم عندك نوع من أنواع التأتأة، أو خلينا نقول نوع من أنواع الحبسات الكلامية اللي هي بتترافق نتيجة خلينا نقول المشكلة النفسية اللي بتصيب الشخص. طيب من دكتورة معناتها من كلامك إلى علاقة اليوم التعنيف
اللفظي بموضوع إن كان التأتأة أو الحبسات الكلامية عند الطفل، وحتى تأخر النطق عند الأطفال. يعني هل اليوم مرتبطة بشكل مباشر بها الموضوع بين بعضهم، يعني التعنيف إن كان جسدي أو كلامي؟ يعني لا شك رشا، اليوم إذا بتلاحظي الطفل يلي بتكوني أنت بالبيت عطيتيه صيغة الأمان والتفاعل الاجتماعي النفسي، عطيتيه ثقة بذاته، يختلف تماما عن الطفل يلي عم يروح على المدرسة هو معنف أسريا، يعني بالبيت ما له معطى حقوق كطفل، وبروح على المدرسة بيتم التعنيف من قبل خلينا نقول مدرسة أو من قبل أطفال أقران يعني. فبتلاحظي هذا الطفل يختلف عن هذا الطفل. دائما نحن بنقول بسيكولوجيا علم النفس ان الطفل المدعم اسريا يلي الام دائما عم تسعى لتدعيمه نفسيا، وبالذات الام لانه الطفل اللي بياخذ او بيتلقى البنيه الاساسيه خلينا نقول الثقه النفسيه من الام اكثر من الاب. الاب اذا بتلاحظي دائما غيابه عن البيت او الاسره هو خلينا نقول لوقت كثير كبير، فهي الساعتين يلي عم يشوفها ممكن خلينا نقول عم يعطيه التشجيع والتحفيز، انما الام هي اللي دائما متواصله مع الطفل بصيغه دائمه سواء كان تعليميا او اسريا او خلينا نقول مشوار او طلعه او يعني باي مرحله من مراحله هي دائما المرافق الاول لإله. تمام. طب نحن اليوم كثير بنشوف اطفال بيتاخروا بالنطق لحد معين، او يمكن النطق عندهم ما بيكون سليم لبعد مراحل متقدمه ممكن انه يتحسن ويرجع للموضوع الطبيعي، لكن اليوم ايمت نحن فينا نقول هذا الطفل انه فعلا هو متاخر بالكلام او هو بالحد الطبيعي عم يتكلم انه او متاخر بالكلام، عنده التأتأة ممكن يتجاوزها ممكن تضل معه لمراحل متقدمه؟ يعني هذا الشيء ممكن يشكل خطر عليه، لانه نحن ممكن نجهل هذا الموضوع انه امر طبيعي سنه سنتين ممكن يرجع يتحسن ويرجع لنطقه طبيعي. اليوم نحن كل طفل يتجاوز الثلاث سنوات لا يمتلك صيغه تدريبيه لجمله مكونه من كلمتين نحن بنقول عنه متاخر لغويا، انما ما مندخل الطفل بمتاهه تبع انه الامور تبعه مستعصيه او صعبه، لانه دائما في شيء اسمه بند دراسه الحاله لدى المريض او لدى الطفل. وقت اللي بيروح لعندك الطفل انت تلقائيا رح ترجعي لمراحل الاسره تبعه الوراثيه، بدك ترجعي لمراحل الحمل الجينية، بدك ترجعي للمراحل تبع البيت، إذا هو يا ترى بالبيت عم ينحكى معه قاعد على الآيباد طول الوقت، هو ماسك موبايل، بالذات هلا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي المكثفة بأيادي الأطفال، صرتي تشوفي الطفل عمره سنة عم يمسك الموبايل عم يقلب فيه بطريقة أنت بتقولي أنا الكبير ما عندي هي المهارة، وبالذات ضغطة الإصبع يعني الأطفال اليوم أنت ما عاد فيكي تقولي لها ما في موبايل او ما في وسائل تواصل اجتماعي، لانه انت هون عم تحرميه من شيء الجميع حامله او يعني شيء مقتنع لدى الجميع، انما خلينا نقول توظيف هي المهاره او خلينا نقول توظيف وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سليم بيساعد حتى على تدريب الطفل كلاميا. طريقه محدوده او ساعات تماما محدودة. وحتى هي لا تعتبر خلينا نقول سلاح سلبي، انما هي سلاح ذو حدين، كيف بتستخدمي انت بيعطيكي مهاره. مثل ما حكينا انه نحن كل طفل يتجاوز الثلاث سنوات ما عنده اداء وظيفي لغوي نحن بنقول عنه متاخر لغويا، انما ما فات بمراحل الخطر. بس يتعدى السبع سنوات اذا بعده هو بمشكله خلينا نقول اضطرابات النطق تبع انه يبدا الحرف بحرف او يحذف حرف او يشوه حرف، هون بتكون مشكله لانه نحن دخلنا بالعمر يلي بلش لازم الطفل يكون عم ينظم اسلوب الكلام بطريقه مثل الكبار. في اطفال كثير بتلاحظي عندها لدغات حرف الراء او هي القصص، مع التمارين اكيد بتصير، ودائما بنقول انه هي مو مقترنه بعمر معين لانه في كثير كبار بتلاقيهم الراء بيبدلوه بلام او بغين. المشكلة بتكون هون هي إقصار منذ الطفولة، إنه أنا ما تم تدريب هذا الطفل بشكل صحيح أو ما تم دمجه بشكل مجتمعي سليم أو صحي سليم، مشان هيك لاحقت المشكلة. يمكن العمر المناسب هو الأهم لحتى تماماً. يعني ناخذ نتيجة جميلة من علاج الأطفال. اليوم ايضا احنا المراهقين الاشخاص الكبار ايضا هنن تحت هذا البند، يعني ممكن باي لحظه يتعرضوا لعنف تاثر عليهم تاثر على دماغهم وبالتالي بصير مضاعفات. خلينا نحكي عن الاشخاص اللي ممكن يتعرضوا للتعنيف ان كان جسدي او كلامي، ممكن تاثر، شو هي اهم التاثيرات اللي ممكن تاثر عليهم؟ التاثيرات بتكون التاثيرات المباشره هي خلينا نقول الصدمه النفسيه الاولى اللي بيتلقاها الشخص المصاب خلينا بنقول بالتعنيف، يعني مثل ما عم نشوف على وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان بفلسطين او باي مكان من 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 العالم عم بيصير فيه خلينا نقول كوارث طبيعيه. أكيد. مو بالضروره بس تعنيف خلينا نقول حربي، انما ممكن يكون التعنيف عبر خلينا نقول المدى الطبيعي، يعني الكوارث الطبيعيه اللي عم تصير. هدول الاشخاص اول هاله نحن بنشوفها عندهم هي الصدمه النفسيه الاوليه اللي بتترافق بصمت،
او خلينا نقول خرس مؤقت، تبع انه هو مو قادر يعبر او مو قادر يعطيكي كلام او مو قادر حتى يحكي، هدول نحن بنقول بنعطيهم المساحه او البرهه الزمنيه تبع من 10 ل 15 يوم، فيما بعد اذا ما حكى هون بتكون تفاقم الموضوع تماما، دخلنا باضطرابات نفسيه عليا، رحنا لموضوع اخر، رحنا ممكن نكون لحبسه كلاميه او ممكن نكون لخرس او بكم مؤقت، خلينا نقول رحنا لموضوع تأتأة ممكن. فهون انت بدك دائما تكوني الرفيق السلس تبع انه تهوني المصيبه، انما تبع انه شو بدنا نعمل، قدر الله وما شاء فعل اكيد، انما المصاب دائما بمصيبه او مشكله لا يحتاج فقط الى كلام، ممكن احيانا يحتاج الى الاحتواء العاطفي، اختصاص نفسي. يعني نحن دائما ايمتى بتدخل مرحله الاكتئاب دكتوره؟ نحن مثل ما حكيت لك رشا انه بعد ال10 او 15 يوم انت هون بلشتي تشوفي اعراض معينه، ممكن كوابيس، ممكن تعرق ليلي، ممكن هستيريا كلامية، ممكن تلاحظي انه عم يحكي مع حاله، نحن مو الحكي مع حالنا تبع المراية انت حلوة، لا بصير الحكي مع حاله تبع انه بيخاطب اشخاص وهميين او اشياء وهمية غير متواجدة، هون ببلش القلق والخوف اكيد. طب اليوم بنشوف بمراحل العلاج قبل ما نفوت فيها، في اشخاص او بيكونوا بمراحل متقدمه او شباب اليوم تعرضوا لصدمه مثل ما ذكرتي، ممكن يصير عندهم تأتأة انه ما كانت عندهم هي القصه بالطفوله، بيقولوا انه هذا متعرض لصدمه، وفي اطفال بتكون هي القصه معهم من هنن وصغار من اول ما بلشوا ينطقوا، خلينا نحكي عن مراحل العلاج عند الاطفال كيف ممكن تستمر، وهل ممكن نوصل لمرحله علاج دائمه يعني علاج جذري، وايضا للكبار اليوم هدول اللي بتعرضوا لصدمه ممكن كمان يكون في علاج ام هنن خلص هي القصه الصدمه النفسيه اثرت عليهم ما بقى؟ لا طبعا اكيد، يعني رب العالمين ما اوجد داء الا اوجد له دواء، فاكيد اي مشكله محصوره بعلاج معين اكيد، انما بمعرفه الحاله بشكل صحيح، دراسة أبعادها، دراسة المشكلة الأساسية دون خلينا نقول إخباء أو تخبئة للعامل النفسي الأساسي. اليوم في أشخاص وقت اللي بتروح أو بتجي لعنا على العيادات النفسية رشا ما بتخبرك شو المشكلة الأساسية النفسية، أثناء السرد بالحديث أو التواصل معه بتوصي لمرحلة أنه هو ما عم يحكي الشيء الصحيح يلي أدى عنده لمشكلة نفسية، لا عم يحكي الشيء الهلامي لسه ما بيكون واثق فيكي. فأول الأشياء يلي لازم يتبع الطبيب مع المريض هي أنه أنا ريحه نفسيا، اشعره أنه في بيني وبينك ثقة، الكلام يلي رح ينحكى هو بيني وبينك، ما بيطلع برا أربع جدران، أو خلينا نقول لا تنطقه سوى شفتين، شفتايا وشفتاه. موضوع أنه أنا كمان أتلقى منه العامل أتلقاه بطريقة سلسة مو بفكاهة، يعني أنه عادي كلاتنا ممكن نصاب، لا لأنه المريض بحاجة أنه أنت تحسسي أنه المشكلة يلي أصيب فيها هي عن جد مشكلة إنما إلى حل. دائما وقت اللي بتحسسيه للمريض انه المشكله تبعه هي خلينا نقول موجوده، انما اساسيات الحل هي بتعتمد عليه، بتحسسيه انه انت لازم تحتوي الموضوع ولازم خلينا نقول تدارك ذاتك توصل لموضوع علاجي، بدك تحسسيه انه هو جزء من المشكله وهو جزء من حلها، بالنهايه الاعتماد مو دائما بيكون على الطبيب النفسي لانه عم يساعدك تلقائيا بحل المشكله، انما الذي يمتلك الحل الاكبر هو المريض اكيد. وموضوع الاطفال اليوم كيف ممكن نمرق معهم بمراحل العلاج بالمتابعه بين الاهل والمدرسه اذا كان الطفل تماماً بمرحله المدرسه وبين ايضا الاختصاصي؟ هلا دائما نحن باساليب التفاعل مع الاطفال خلينا نقول المرضي او التفاعل العلاجي بنحاول يكون دائما في الفكاهه، الاسلوب المسرحي الدرامي، حتى اسلوب الدميه واللعب الالعاب. الاطفال دائما طريقه العلاج تبعها تختلف عن الكبير، يلي يعني بتقدري تسحبيه فيه على الصغير من كلمات وحركات وقصص ما بتسمع او خدعات ما فيكي تستخدميه مع الكبير، لانه اليوم الصغير ممكن يسايرك بموضوع توصي انت وياه لمرحله انه عن جد هو تلقى منك الشيء باسلوب سلس. نحن بنقول دائما انه الطفل هو اسهل شخص، يمكن اللون بيجذبه، الكرتون قادره انت توصلي له الفكره من خلال مشهد درامي او من خلال نشاط تماما. ودائما يعني بنقول الاحتواء العاطفي هو الاهم بالعلاج النفسي ان كان للصغير او كان للكبير. يعني اليوم سريعا دكتوره خنساء، اليوم نصائح هيك لكل الاهالي اللي مرافقنا بصباحنا لليوم ضمن المشهد العام اللي عم نعيشه؟ اكيد نحن بنتمنى السلامه للجميع سواء كبير او صغير، دائما نحن بنقول للاسره بشكل اولي واساسي انه نلاحظ ونرافق الاطفال تبعنا بشكل سليم وصحيح، نكون المتابعين لهم بشكل دقيق، نحاول نكون الرفقه مو الضاغطين عليهم تبع لا تعمل هيك واعمل هيك، هذا تصرف خطا، لا نعلمه الخطا باسلوب سليم،
صحيح مو غلط الطفل يغلط، انما الغلط انه هو ما يغلط، مو غلط انه يتصرف بشكل سلبي، الغلط انه هو ما يتصرف بشكل سلبي. دائما الانسان يحمل بكينونته كبشري الشيء السلبي قبل الايجابي، يعني احنا لازم نتصرف الشيء الخطا لنتعلم الشيء الصحيح. مرافقة الطفل أكيد بأدق تفاصيله، مساعدته على الحديث، دائما كون أنا محور الاهتمام عنده ومحور الحديث، أنه وقت اللي بيصير عنده مشكلة يجي يحكي لي إياها أنا كشخص، أو خليني أقول كأم كأخت بالبيت أو كأب، قبل ما أروح أو أتعرض لأي بذل خارجي. يعني سواء كان اليوم التشبيك بينك وبين أو بين أي أم وبين الكادر التدريسي، اليوم أي طفل عم بيعاني من مشكلة المعلمة قادرة تحس أنه هذا الطفل ما بيشبه أقرانه لا نفسيا ولا بالمستوى التعليمي، يعني هون قدامهم هذا التشبيك والتواصل بين الأهل والكادر التدريسي لحتى هذا الطفل نقدر نعمل له شيء. تماما. اليوم رشا للأسف إذا بدي أحكي يعني شيء، أكيد مو 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 كل الكادر التدريسي ملموس بهذا الأمر، إنما في آنسات بالمدارس بتلاحظي ما عندها الصبر تبع أنه أنا أصبر على طفل تلقيه أدنى من تلقي زملاء تبعه، فورا نحن بنقول أنه هذا الطفل عنده صعوبات تعلم، دغري بندفشه لمراكز خلينا نقول التأهيل والإعاقة لحتى يبذلوا معهم جهد آخر. تمام. طريقة الأسلوب هون بتكون خلينا نقول عم تعطي الطفل أنه تبع أنه أنت مو منيح أبدا، فعم تحسس الطفل بالدونية أو النقص. هون الطفل عم يصير عنده مشكلة نفسية مع خلينا نقول المشكلة المدرسية، عم ترافقه صعوبات، فعم يصير هون عندي مشاكل أخرى. دائما بنقول نحن الاحتواء المدرسة لهالة الصف بشكل جماعي، شعار الأطفال بمشكلة الغير، تعليمهم إنه هذا الشخص هو أدنى، إنما نحن لازم نساعده ليصير مثلنا، عن جد بيؤدي لخلينا نقول لأسلوب تعليمي صحيح ونتائج سليمة. وبالذات الأطفال هن أكبر فئة تتعاطف بشكل قلبي كبير. اليوم صحيح. الطفل إذا بتقولي له يا حرام هذا الولد حنون، فبتلاقي يعني. إذا عنده مطمورة بده يفتح على يعطي، إذا عنده لعبة بده يعطي، إذا عنده لباس بده يعطي، أكلة طيبة بده يعطي، لأنه هو محتوي نفسيا له. يعني حتى منشوف الأطفال السليمين اللي ما عندهم أي مشكلة وقت اللي عم بيتمارس عليهم العنف، أو خلينا نقول بالمدرسة وقت بتكون المعلمة عصبية زيادة عن اللزوم، ما عم تقدر تستوعب هدول الأطفال اللي بعمر صغير لسه هنن بالمدرسة، كمان عم يفوتوا بمشكلات نفسية كتير كبيرة. تماما. وهون خلينا بنقول أحيانا ممكن نشوف أو تلاحظي أسلوب الضرب أو أسلوب الموبايل اللي صاير معمم أمام الكادر والهالة التدريسية. برجع بقول هي مو بشكل إقصار جميع للجميع المدرسين، لا، إنما في أشخاص عن جد هيك. فبتلاحظي الطفل لازم تكوني أنت معه مرافقة بشكل أكبر. دائما بنقول إنه طفل الصف الأول والثاني هو بعده بمرحلة التأهيل، يعني هذا الطفل ما فيك تضبطيه لسه بمقعد مثل الأطفال الأكبر رابع وخامس وسادس. صحيح. لا، هذا بده يبقى ناح معلمته، بده يثبت وجوده، بده يبوسه، بده يقول له اعملي لي، بده يحسسها إنه أنا مهتم لحتى تعطيه وتبرز له العواطف. دائما الأطفال هي عن جد بحاجة عواطف. وإذا بتلاحظي كلياتنا بانست بالذات الصف الاول والروضه لا ينسى اسمه عند الطفل. صحيح. ابدا بيبقى بيتذكره. واليوم اذا بتسالي اي شخص شو كان اسم الميس تبعك بالكي جي 3 او بالصف الاول، مباشره اللي بيسرد لك، لانه هو كان في عنده خلف، كان اسمه نعمت خلف. لا ما بنساها. الصف الاول. شكرا لك دكتوره خنساء لحضورك اليوم الجميل هيك، وان شاء الله هدول النصائح يوصلوا للاهالي واطفالنا نقدر نقطع فيهم خلال هاي الفتره لبر الأمان. شكرا لحضورك يا رب. حبيبتي رشا، شكرا لحضورك معنا، بقية نهار حلو لإلك.